أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج عدل الذي ينتجه تلفزيون وطن بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى. وموضوع حلقة اليوم مخالفات السير، وسنستضيف خلال هذه الحلقة سعادة القاضي منتصر رواجبي قاضي محكمة صلح رام الله والمختص بقضايا السير. أهلا بك سعادة القاضي. وأيضا الأستاذ محمد حمدان المدير العام للمجلس الأعلى للمرور والناطق الرسمي باسم وزارة النقل والمواصلات. أهلا بك أستاذ محمد. كما نرحب بالجمهور الذي سيرافقنا طيلة هذه الحلقة من أهالي قرية كفر نعمة، أهلا بكم جميعا. وقبل أن نبدأ حوارنا دعونا سويا نشاهد التقرير التالي. بين مخالفة في الدخول في الممنوع وأخرى تتعلق بقطع الإشارة الضوئية الحمراء وقيادة مركبة غير قانونية وعشرات المخالفات المتعلقة بمخالفات السير تعج قاعات المحاكم بمئات المراجعين، وفي الوقت الذي تخصص فيه المحكمة يوم الثلاثاء من كل أسبوع للنظر في قضايا مخالفات السير بهدف الفصل بين هذه المخالفات والقضايا الأخرى، إلا أن ذلك لم يقضي على ظاهرة الاكتظاظ في المحاكم. ووفقا للأرقام والإحصائيات فإن القاضي المختص بقضايا السير ينظر في أكثر من 5000 قضية في الشهر الواحد، ما يعني مزيدا من الجهد والوقت، وهو ما دفع بمجلس القضاء الأعلى وبالتعاون مع الشرطة والجهات ذات العلاقة للبحث في إجراءات جديدة تخفف من أزمة المحاكم وتسهل الوقت على المواطن. الإجراء الجديد يتمثل بنقل دفع مخالفات السير في البنوك مباشرة دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة إلا في حالة واحدة، إذا كان هناك طعن في المخالفة أو إذا ارتكب الشخص مخالفات تستوجب المحكمة. وبالرغم من أن إجراءات دفع المخالفات في البنوك موجودة، إلا أن الانطباع لدى المواطنين هو الذهاب للمحكمة من أجل تخفيض قيمة المخالفة وليس بالأساس الطعن فيها، وهنا الإجراء الجديد لن يكون كذلك. ووفقا للمادة رقم 120 من قانون المرور رقم 5 لعام 2000 تختص محكمة الصلح بالنظر في جرائم المرور، كما أن المادة رقم 121 من ذات القانون تعتبر المحاضر المحررة من قبل رجال الشرطة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون حجة بالنسبة للوقائع المدونة فيها إلى أن يثبت العكس، وكل صورة التقطت بآلة التصوير تعمل بطريقة آلية موضوعة من قبل الشرطة تعتبر بينة مقبولة لكل إجراء قضائي بصدد أي مخالفة مرورية. أهلا بكم من جديد. نبدأ معك سعادة القاضي، يعني نتحدث عن موضوع مخالفات السير بداية، الذي يطبق اليوم فيما يتعلق بكيفية دفع المخالفات، التوجه إلى المحكمة أم من خلال البنوك؟ هو في الحقيقة وجود مخالفة السير تتم حسب القانون خلال 30 يوم ممكن للمواطن يدفعها في البنك بدون ما يلجأ للمحكمة. بعد 30 يوم الشرطة بتنقل هاي المخالفات إلى المحاكم، بيكون معين لها يوم معين بتاريخه، بتوجه للمحكمة وبدفع مخالفته إذا كان صحيحة، وإذا كان معترض بقول أنا مظلوم أو ما عنديش هاي المخالفة مش صحيحة، يتم فتح جلسة فيها ويتقدم المواطن ببينته يثبت عكس ما جاء في المخالفة، لأنه حسب قانون المرور الفلسطيني وحسب قانون الإجراءات الجزائية محضر ضبط المخالفة هو محضر صحيح ما لم يثبت عكسه. فيما يتعلق بالإجراء الجديد أيضا سيتم التوجه للمحاكم من أجل دفع المخالفات أم ستقتصر فقط على البنوك؟ كمحاكم ما بنقدر نمنع مواطن يلجأ للمحكمة، اللي بده يروح على البنك بيقدر يتوجه للبنك يدفع مخالفته وينهي موضوعه. ما بنقدر احنا كمحاكم نقول لا ما تيجي على المحكمة، المحكمة مفتوحة للجميع، ما بتقدر المحكمة تقول للمواطن لا ما تيجي على المحكمة. نعم أستاذ حمدان، اليوم نحكي عن أبرز المخالفات اللي ممكن يتم رصدها وتوثق في الشارع الفلسطيني، أبرز هذه المخالفات عددها كيفية التعامل معها. يعني أنت عنا في عام 2016 الشرطة الفلسطينية قامت بتحرير 120 ألف مخالفة أو ما يزيد عن ذلك بكسور.
معظم هذه المخالفات وجلها كان في المواضيع الرئيسية، القضايا الرئيسية فيها قطع إشارة، عدم الالتزام بالوقوف أو الوقوف وإعاقة حركة السير وتجاوز السرعة المحددة بنسبة قليلة لأنه ما فيش رادارات، أنه أصلا ما عندناش طرق خارجية، وعدم وضع الحزام وما إلى ذلك من المخالفات. الشرطة تكون بالمخالفة بصورة كبيرة في هذا الموضوع على كل الأصعدة. لماذا الناس تتجه إلى المحاكم؟ كون القضاء يراعي الظروف الإنسانية والوضع الفلسطيني، فهناك اعتقاد سائد بأني بروح بخفضها، هي رقم واحد. رقم اثنين، في هناك مثلا بعض السائقين اللي بيجمعوا لأنه عند تجديد رخصة السياقة هو بيحتاج لبراءة ذمة من المحاكم ومن الشرطة، في هذه اللحظة بروح بيكون مجمع 5 سنوات لعمر رخصة تجديد الرخصة، كل مرة 5 سنوات بيأخذهن وبعقد صفقة تقوم المحاكم بتخفيض هذا المبلغ إلى أكثر من النصف. أنا بتمنى إنه يعني عدم التعامل بهذا الاتجاه من قبل القضاء، وأن يعني أن يتشددوا أكثر، وإحنا يعني نعلم إنه هي مراعاة لظروف المواطنين، ولكن يعني الوضع لا 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 يستحمل في المرحلة هاي مع ازدياد الحوادث. إحنا عندنا 159 قتيل في عام 2016 من حوادث المرور، وعندنا عدد كبير ما يزيد عن 9000 إصابة ما بين متوسطة وخفيفة، وعندنا عدد كبير من حوادث الطرق عم تتحقق. أنا بعتقد إنه يعني القانون رادع. بعض المخالفات اللي إحنا نعتبرها مخالفات جسيمة ليس لها رقم، إنما تحول مباشرة للقاضي ليبت بها وفق قانون المرور رقم 5 لعام 2000، اللي قد تصل إلى حبس أو يعني حبس وغرامة في بعض الأوقات. هي بعض يعني محدودة بعدد قليل اللي فقط يتجه إلى المحكمة كونها مخالفة جسيمة، وبالذات قطع إشارة مرورية حمراء هي من المخالفات الجسيمة التي يعني نعتقد أنها تؤدي بالضرورة إلى حادث محقق وتكون نتائجه كثير على المواطنين، عشان هيك يتم تحويلها للمحكمة من أجل اتخاذ أقصى العقوبة بحق مرتكب. نعم سعادة القاضي، القضاء كيف يتعاملون مع نوعية المخالفات والتخفيضات أيضا فيما يتعلق بهذه المخالفات؟ شوف، القاضي هو يحكم القانون في النهاية، وعنده نصوص في القانون لكل مخالفة إلها ظروفها بجريمتها بمواطنها. المخالفة نعتبرها إحنا ملف دعوة مثلها مثل أي ملف ثاني، إلها ظروف للمواطن نفسه، إلها ظروف للجريمة، ممكن القاضي يستخدم سلطته التقديرية في التخفيض أو التجديد حتى بكل ظروف، يعني مش بالله المخالفة هي قطع إشارة حمراء خلص للكل، قطع إشارة في مواطن إله ظروف، طريقة القطع، ظروف المواطن نفسه ممكن يتعامل معه. طبعا حسب نص المادة 100 من قانون العقوبات فرضت صلاحيات للقاضي، في حد أدنى وفي حد أعلى للعقوبة، كمان القاضي ممكن يستخدمها في حالات معينة وفي ظروف معينة ممكن تقنع المحكمة فيها، يقتنع القاضي بأسباب تخفيفية إن وجدت. قصة التجديد كمان نفس الإشي، ممكن في أسباب تخلي القاضي يتشدد في العقوبة بالمخالفة نفسها بالملف نفسه. طب اليوم أستاذ الحمد لله لما بشوف عن الأرقام اللي أنت بتتحدث عنها، يعني بتحكي عن 159 قتيل بسبب حوادث السير العام الماضي، 120 ألف مخالفة سير وثقتها الشرطة، لماذا هذه الأرقام المرتفعة؟ هل عدم وجود قوانين رادعة؟ هل هناك علاقة بموضوع ثقافة المجتمع؟ أسباب هذه الأرقام؟ يعني إذا احنا نحلل الأرقام يعني هناك أكثر من سبب، ولكن يعني أحد الأسباب الرئيسية لازدياد حوادث الطرق، أولا كثرة عدد المركبات، استخدام المركبات بصورة يعني غير صحيحة من قبل المواطنين، عدم سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، فوق 50% من عدد قتلى الحوادث هم في المناطق سي، وأنت بتعرف أن الإسرائيليين يتواجدوا فقط في المناطق التي يتواجد بها المستوطنين، أما المناطق التي لا يتواجد فيها المستوطنين ويستخدمها الفلسطينيين ومصنفة سي فلا يتواجد فيها شرطة إسرائيلية.
هاي المناطق هي المناطق أكثر مناطق وأرض خصبة لا لارتكاب الحوادث، لارتكاب المخالفات، ونحن نعتقد إنه كل مخالفة مرورية يتبعها حادث سير، مش بالضرورة دائما ولكن لا حادث سير بدون مخالفة. من أجل هذه الأسباب احنا نتمنى أن يعني أن يتم التشدد في إنفاذ القانون، لأنه تعرف المخالفة هي سلوك، فإذا كان الإنسان في منطقة ما سلوكه يعني ملتزم مروريا بالضرورة راح ينعكس عليه هذا الالتزام في مناطق أخرى، حتى لو ما فيش يعني سيطرة أمنية على هذا الموضوع. عشان هيك احنا يعني دائما بنركز في أنه يجب أن يتم أخذ يعني عدم أخذ الرأفة في موضوع المخالفات، منه بخفف توجه الناس للمحاكم، ومنه كمان بتزيد هيبة ورهبة المخالفة، لأنه إذا أنا أخذت المخالفة اليوم ورحت دفعتها خلال شهر سيكون لها وقع عليك، ولكن إذا أنت جمعتها على مدار 5 سنوات قد تعتبرها جزء من رسوم أنت بتدفعها لتجديد رخصتك الشخصية، ستدخل يعني لن يكون لها هاي القيمة الرادعة اللي بتكون مع بداية ارتكاب. نعم سنستكمل النقاش، ننتقل الآن إلى الجمهور إن كانت هناك أي تساؤلات فيما يتعلق بموضوع مخالفات السير، كيفية التعامل مع هذه المخالفات من قبل القضاء وأيضا الشرطة، هل هناك أي استفسارات أو أسئلة؟ تفضل. أولا بالنسبة لمخالفات السير، إحنا يعني أنا كشخص بحكي عن حالي، إحنا مع مخالفات السير وضد أي واحد بتجاوز القانون وين ما كان، سواء الشوفير أو أي واحد آخر. ولكن إحنا في عنا مشكلة في مخالفة السير حقيقة، وأنا شوفير بجوز من جزء من 86 وأنا شوفير سيارة وعندي سيارات يعني بجوز هي هنا صار السلطة قديش اللي اتخلفت مرة واحدة وما كنتش مسكر الشارع، وقفت صح وقفة مش صح بس مش مسكر الشارع، ورغم ذلك كنت مخالفة على السيارة يعني. فكل الاحترام يعني إحنا مع فرض القانون، ولكن المشكلة في المخالفات كما يلي، إحنا دائما برام الله وبنشوف الأزمة اللي برام الله. المشكلة اللي بصير عندنا في المخالفات إن في عندنا سيارات بتكون واقفة بنص الشارع، والشرطي طبعا الشرطة أولاد بلدنا وإخواننا وأصحابنا، هذا بيعرفوا بخلفوا شيء، هذا بيعرفوا بخلفوا شيء، اللي بيعرفوا شيء طبعا بخلفوا، وبتكون السيارتين مخالفات. هذا أنا جزء من الشغلات اللي بلاحظها برام الله، نحن دائما برام الله ونسوق برام الله وبنعرف كيف الوضع موجود يعني. فهذا الأمور بتطلب إنه فعلا يعني يكون العدل على الجميع في الآخر، لما يكون العدل على الجميع يعني حتى لو ظلم في الآخر بيكون عدل على الجميع. صحيح. فهذه النقطة. النقطة الثانية برضو إحنا يعني لمخالفة السير لداخل المدينة طبعا هي جميعها بتصير، لأن فيش مخالفات سير خارج المدينة زي ما ذكروا الأخوان، لأن هنا المناطق في سي، فأغلبها هي على شغلات قطع الرمزون الأحمر، وهذا فعلا لازم يتخذ عقوبة رادعة في حقه. أنا حسب ما بشوف الحوادث اللي شفناهن وفي صلحات حضرناهن لنحل بين الناس، لما بقطع رمزون أحمر وفي الآخر بدك ترجع تحل عشائري بغض النظر عن القضاء، ففعلا هذا لازم يأخذ عقوبة رادعة مش بس أخرى يعني مخالفة، لازم يكون فيها تحت أي ظرف من الظروف برضو يكون فيها سجن لفترة معينة يعني. كمان برضو أخرى بالنسبة للمخالفات، إن مرات بتكون يعني أسعارها يعني خلينا نقول أو قيمتها يعني مش مناسبة للمخالفة يعني، المفروض يعني مثلا مخالفة مثلا وقفة ممنوعة مش زي مثلا مخالفة واحد قاطع رمزون مش زي أي واحد يعني، لازم يكون في تفاوت فيهن. في ناس مرات أنت لما تفوت تصل يعني خلينا نقول دوار المنارة تتصل لعند الحسبة بدك تقعد ساعة، ليش؟ ما هي سيارات مسكرة الشارع والشرطة موجودة، ليش؟ فهذا برضو احنا تسألت من تسألها كمواطنين وكيعني اصحاب سيارات بنمشي فيها يعني، تقريبا هذه الامور. واحنا طبعا مع برضو الاخ القاضي يعني ان مرات فعلا اللي بتخالف باخر، لان فعلا فيها تخفيضات مش بس على مستوى المخالفات يعني، اذا واحد فاتح محل او عنده مؤسسة ضريبية وتأخر فيها فبروح في الاخر بيعمل تسوية وين مكان، وفي الاخر بنزلوا له منها يعني، حتى على مستوى المجلس القروي يعني نفس الشيء، في ناس بيدفعوا وفي اخر السنه بيكتل عليه 4-5 سنين فبتلاقي بيعملوا التخفيضات يعني. بتشوف هذا الاجراء مش رادع؟ طبعا. نعم طب روحه اوكي. وفي ناس بتساوى لشو تخفيضات يعني، انت بك عليك مثلا 5000 ادفع مثلا 2500 او 3 في الضرائب ولا في المناطق هذه، فهذا بشجع الناس انهم ما يدفعوش المخالفات. شكرا يعطيك العافيه. تفضل. يمكن اكثر حال يمكن اكثر الحالات اللي عندنا في القريه كقريه يعني السيارات الغير قانونيه يعني القانون او بدنا نقول كشرطه يعني او كدائره سير مش ماخذ اجراء القانون بحق الاشخاص اللي بيسوقوا السيارات المشطوبه او الغير قانونيه يعني
بيكفوا انه تعال اكتب لنا تعهد، يعني ما استفدنا شيء. يعني بيرجع ثاني يوم بيجيب السياره بيحطها باب، يعني 200 سياره كفر نعمه، يعني قريه صغيره 200 سياره، فوق ال 200 سياره مشطوبه، يعني منعاني منها. يعني كل الناس بتتوجه للمجلس، المجلس ما في بايده سلطه. نتوجه كدائره سير ما بنعرف، ما في جواب. يعني راح نحكي عن هذا الاجراء فيما يتعلق بموضوع المركبات الغير قانونيه. تفضل. اول شيء يعني احنا بنقول عن مرات عدم تواجد الشرطه، هي مرات بصير انه فيه. ليش؟ يعني اكثر من مره انا بطلع الصبح يعني بدري مرات بتلاقي انه بيقطعوا الاشاره الضوئيه. ليش؟ لان فيش حدا موجود. يعني انا بقول يعني بكيت من قبل يعني محضر الاشي من زمان انه يبقى شوي يعني رمزون وين السنابل وين محلات فيها هناك، بتلاقي لك بيقطعوا على طول لان بتطلعوا فيش حدا. اما اذا كان هناك مرات تواجد للشرطه هناك يعني بيرتدعوا السائقين، يعني بيخلفوش. ليش؟ هم متعودين فيش حدا بقطع، ومرات ممكن يصير فجأة إنه يصير حادث بعدها يعني بيدفع ثمن الناس سواء المواطن أو الإشي. إذا في هذيك الوقت من هناك إنه متواجد جهة شرطة حتى لو مخفي سيارة اللي مشان هذول الناس مرة مرة بتنختلش. ثاني شيء إحنا يعني مرات المخالفات يعني الاعتراضات مرات يعني مرات البنك أنا بأيد يعني القاضي إنه قال إن الاعتراض إنه تبقى يدفع في البنك. ليش؟ لأنه بيخفف أزمة أزود على القضاء. يوم يبكي 5000 ملف 10000 ملف، أما يوم ما بيدفع، أما إلا إذا عليه يعني بعض الاعتراضات. بعدين التوعية، يعني في مرات إحنا يعني بدنا شوي توعية صغيرة قبل يعني شغلات هذا نوعي المواطن، لأن في مرات ناس قد يكون مخدين الأمور بالسهولة مش سائلين، في عندهم يعني زي تسيب. أما إحنا في وقت إحنا مسير توعية بنمشي. ثاني إشي نشر هذه المخالفات، يعني مرات إحنا خالفنا بس نقول سواء بواسطة الإعلام أو شيء إن خالفنا مثلا هالكدي مقدار هالكدي، قد يكون مرات ممكن بأسماء إذا كانت مخالفة أدت بأسماء. نعم أمناش أسماء بس إن نشر على الأقل إن في مخالفات مشان الناس يردع منها. وزي ما كنا يعني والله يجزيكم الخير وأهلا وسهلا بكم. شكرا شكرا يعطيكم العافية. طب يعني سعادة القاضي فيما يتعلق بموضوع المخالفات أسعار المخالفات كيف يتم التعامل معها؟ هل هناك قانون واضح فيما يتعلق بالمخالفة وقيمتها؟ أنا بدي أعقب أول شيء من حيث ما تفضل ابتدأه اللي هو موضوع نظام الصفقات اللي ممكن نحكي فيه. مثل ما أسلفت سابقا هي المخالفة نتعامل معها كملف عادي إلها ظروفها الخاصة، والمخالف إله ظروفه الخاصة بيختلف عن مواطن آخر. نظام الصفقات أكاد أجزم مش موجود في المحاكم، حتى اللي بتراكم عليه مجموعة ملف مخالفات بتوصل 40 و50 بنحكم مثله مثل أي مواطن ثاني، سواء تأخر وقال له أمه تأخر مثله مثل اللي أجو حضر ونحكم المخالف. في بعض المخالفات مثلا أشد خطورة من المخالفات الأخرى مثل قطع الإشارة الحمراء، قطع الإشارة الحمراء، قيادة مركبة غير مسجلة. في عندنا قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 نص المادة 96 و98 حددت هاي بعض الجرائم الخطرة اللي بيعتبرها القانون توصل الحبس لحد سنتين وسحب الرخصة والحرمان من الرخصة أو حبس وغرامة، حتى يعني الجهتين حبس مع غرامة. كل فعل طبعا حسب ظروفه حسب الوقائع اللي صارت فيه بتتعامل المحكمة بظروف الواقع بظروف الملف بالمجمل. نعم. اليوم نحكي عن المركبات الغير قانونية، اليوم في حمل المركبات القانونية والمركبات المشطوبة. احنا ضد أو إيش تعريف المركبات الغير قانونية وشو الفرق بينه وبين المركبات المشطوبة؟ شوف احنا عندنا الان في فلسطين في عندنا مركبات مسجلة لدى دوائر السير، ولكن هي مركبات غير مجدد ترخيصها لمدة طويلة. هذه عندنا مشكلة فيها، ونحن يعني نعتقد انه احد اسبابها الرئيسية نحن كان في عندنا احتلال على مدى طويل يعني ولا زال جزء منه، ولكن في موضوع السير كمان صار في عندنا انتفاضتين كبيرتين أدى هذا إنه بعض الأشخاص أتلفوا مركباتهم ولكن لم يتجهوا لدوائر السير لإعلامها عن الإتلاف، فكان لابد من إنه إحنا نعمل تنظيف لهذه البيانات الموجودة داخل حواسيبنا. وفي ضرر كبير على في أرقام لعدد هاي السيارات. نعم إحنا عندنا 76,000 67,000 مركبة ويزيد شوي غير مرخصة،
هي مسجلة ولكن غير مجددة لترخيصها لأكثر من 3 سنوات. في 59,000 مركبة منهن يزيد عمرها عن 30 عام، وفي عنا ما يقارب 6,700 مركبة يعني ما بين 30 يعني أقل من 30 وعشر أعوام، وفي أقل من 10 أعوام 455 مركبة أو يعني حوالي هذا الرقم. فيعني إحنا من أجل أولا تنظيف البيانات، تشجيع المواطنين على الترخيص، وتسهيلا على الشرطة وعلى القضاء، لأنه القضاء اليوم لما بيجي واحد سائق قائد مركبة مسجلة ولكن غير مرخصة مخالفة، يعني بيعطي مخالفة وفقط مخالفة 750 شيكل على التأمين و 300 شيكل قيادة مركبة غير مرخصة. ولكن بعد 10/4/2017 راح يكون في إخراج هذه المركبات عن القانون، فتصبح مركبة غير قانونية يتم التعامل معها كما يتم التعامل مع المركبات القادمة من إسرائيل اللي هي مشطوبة. يعني مش سيتم فيها الإجراء. إتلافها، نعم سيتم إتلافها وسيتم شو اسمه. إحنا أنا حابب أعرج كوننا هنا. تفضل. في يعني في كفر نعمة، ويعني أنا بصراحة بجوز ثاني مرة باجي وبشوف إن هالبلد يعني هنالك فيها يعني تطور، فيها نادي الطفل وفيها يعني مقر للمجلس. يعني أنا بعتقد إنه أهلها ناس يعني عندهم القدرة والثقافة، وفيها عقال كثير. لا يمكن أن نعتمد فقط على الدور الشرطي في مخالفة في ظواهر زي ظاهرة المركبات المشطوبة. ليه؟ لأنه في حاضنة مجتمعية لقائدي هذه المركبات، يعني في حاضنة مجتمعية لقائدي هذه المركبات ومالكيها. الأصل إنه العقال في كل المناطق أن يخرجوا قائدي هذه المركبات من الحاضن المجتمعي، أن يرفعوا عنهم السقف المجتمعي، أن لا يرحب بقائد المركبة بقائد مركبة مشطوبة، أن يقوم كل أب بمنع ابنه من استخدام مثل هذه المركبة، لأنه هاي وسيلة قتل. صحيح. آفة اجتماعية. هذه المركبة بتكون هي الحاجز الأول لارتكاب الجريمة، لأنه هو استخدم مركبة غير قانونية فبدأ في اتجاه لا قانون، اتعود على اختراق القانون. فأنت لا سقف بعد ما يكسر الواحد الحاجز النفسي في اختراق القانون، لا سقف للإجرام بعدها. فأنا بتمنى تفضل، ولكن هذا ما مش حيعفينا إحنا كسلطة من أن نقوم بالأدوار المطلوبة منا. ولكن في المناطق سي عندنا مشكلة في موضوع التنسيق، عندنا مشكلة في التواجد الأمني المستمر، يعني هناك الكثير من المشاكل اللي بنعاني منها. احنا سنقوم بالدور المطلوب منا. القضاء اليوم مش عم بيتعامل معها، كنا زمان اللي بنلاقيه راكب سياره مشطوب ننزله منها ناخذها او نكسرها امامه ونحملها ونأخذها. اليوم اصبحنا خلينا نشوف القضاء فيما يتعلق بموضوع المركبات الغير قانونيه والمشطوبه تحديدا، في إجراءات جديدة فيما يتعلق بهذه الظاهرة أو الآفة؟ مش إجراء جديد، هو القانون حدد، يعني نص المادة 98 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 حدد قيادة مركبة غير مسجلة في مناطق السلطة، حددها بالحبس والغرامة والحرمان من الرخصة. وفي صدرت أحكام بآخر فترة بالحبس مدة 3 أشهر والحرمان من الرخصة لمدة 3 أشهر أو أكثر من ذلك. صدرت بعض الأحكام. القاضي بتعامل حسب القانون، تيجي المخالفة يعني محددة بمبلغ، في النهاية المخالفة هي لازم يصدر فيها حكم قضائي، والحكم القضائي يجب أن يصدر عن قاضي مش عن موظف أو عن شرطي أو عن كذا. في النهاية بدها توصل للمحكمة ويصدر الحكم القضائي فيها حسب القانون المحدد لها لهذه المخالفة. فيما يتعلق بالسيارات مشطوبة حكينا القانون حدد العقوبة الخاصة بالحبس، صدر بعض الأحكام في محكمة صلح رام الله في حبس لمدة 3 أشهر والحرمان من الرخصة لمدة 3 أشهر. طيب فريق العمل استطلع آراء المواطنين حول إنه أنت بتفضل تروح على المحكمة تدفع المخالفة ولا عن طريق البنك. خلينا نشوف شو حكوا الناس. تخالفت أكثر مخالفة وشعرت إني مظلوم وهذا خطأ، شايف كيف بتحمله مسؤولين المؤسسات الفلسطينية اللي بيبنوا مؤسسات في منطقة بوفروش مواقف سيارات المواطن، لأن حملت حالتي أدفع المخالفات على المحكمة. أنا قررت أحضرهن محكمة مشان أحكي للقاضي شو مشكلتي.
من الصبح للساعة 12 لما يجيك دور مشان تدفع المخالف، فأنت هذيك الساعة بتضطر تدفع المخالف 150-200 ما تروحش على المحكمة كمان. هذه مشكلة. أنا شعرت بالغبن، شعرت إنه في ظلم، شعرت إنه الكل يتحمل مسؤولية. أنا كنت بدي أعترض، بس بعد ما دفعت مخالفات يعني لما شعرت بالتعب والضجر طريت دفعت ونزلت. أنا طريقي في البنوك، يعني طريق البنوك بميل بدفع 5 دقائق بدفع بخلص مخالفتي، بدل ما أروح على المحكمة أقعد 4-5 ساعات أقضي نهاري هناك، هذا برضه ظلم حرام يعني. إذا إحنا توجهنا للبنك ودفعناها مباشرة، إحنا منروح على المحكمة على أساس إن سيادة القاضي يعمل لنا فيها تنزيل. هذا متعارف عليه عند جميع دول يعني الدول. يعني يوم الشرطي بيكون مثلاً بدأ جاكرك أنت مثلاً، يعني أنت مخالف وأنا مش مخالف، بدأ يحطي مثلاً 300 كويس وأنا مش مخالف، لازم أجيبه وأطلع أنا إيش براءة يعني. بس إذا أنا بطلع مخالف بتضب يعني بصير دبل المخالفة، فإحنا بنختصر بنروح ندفعها. المشكلة إذا بدك تروح على البنك، إذا بدك تروح على البنك البنك بخصم لكش ولا شيء، القاضي ها بهونها عليك زي ما قال لك. أم 700 بتصير ب300 مثلا، أم 150 بتصير ب100، لما يبقين في 10 مخالفات ثمت على إشاية في عندك 250 إحنا أبدأ فيهن. يعني ساعة القاضي مثل ما سمعت الناس بتحب تروح على المحكمة مش عشان انه في أزمة وعجقة في المحكمة، انه عشان تخفض. بالضبط، انا بدي اعلق على الحديث. اليوم محكمة رام الله في محكمة خاصة لجرائم المرور افردتها في دورة السير قاضي مختص منفصل عن المحكمة. المواطن اللي بيجي على مخالفته مش ما بيختلط في الناس اللي لهم قضايا اخرى، محكمة مختصة أسهل من السابق. بيجي المواطن مباشرة بيدخل على القاضي المختص في قضايا السير بنحكم مخالفته وبطلع مباشرة على الصندوق، ما بصير تأخير. بس الكم الهائل من المخالفات اللي بتوصلنا قاعدين الشرطة، احنا نحكي على بالشهر عن دورتين للمخالفات. قديش العدد تقريبا؟ يعني بالدورة أقلها 1500 مخالفة، الحضور لا يتجاوز 40% و60% ما فيش حضور. لما بتحكي 40% تقريبا 500 مواطن، 500 مواطن دي جي طبعا، ال 500 بدهم يمشوا بسرعة. طبعا في ترتيبات معينة، عبين ما توصل انت قلم قسم السير بده تسلم هويتك، يطلع لك مخالفتك، يحط هويتك في مخالفتك، تدخل على القاضي المختص، تدخل عند القاضي يطلع عليك التهمة، تجاوب على تهمتك، تقول شو اللي صار معك. في هاي النقطة تحديدا في شعور الناس انهم لازم يحكوا للقاضي انه مذنب، اذا ما كانش مذنب ممكن القاضي يعني يحكم مخالفة كبيرة. نحكي عن هاي النقطة صراحة. لا بالعكس، احنا بنشوف المواطن حقه يقول انا مش صحيحة مخالفتي. زي ما قلنا القانون افرض كان محضر ضبط المخالفة وهو محضر صحيح ما لم يثبت عكسه. اذا بيجي المواطن بيشعر حاله انه مظلوم او بيشعر حاله ان انا مش صحيح مخالفتي، احنا بنفتح له جلسة مباشرة، جلسة محكمة، ومن حقه يقدم بيناته شهود او بينات ما يراها مناسبة. اذا ثبت للمحكمة وقدر يقنع المحكمة انه هذا مخالفته مش صحيحة بالعكس يحكم بالبراءة. صارت؟ وصارت بعض الحالات القليلة ولكنها حصلت في المحاكم وموجودة. بس الناس عندها ثقافة زي ما حكينا، انا لازم اكون مذنب. طب ليش؟ بدي اخلص. يعني بيجي كثير بنسمعها احنا في المحاكم، انا بدي اكون مذنب لاني بدي اخلص. طب ليش انت بتظلم حالك قاعد؟ نعم. إذا أنت شايف مخالفتك مش صحيحة قول أنا مش صحيحة وجيب ما يثبت أنك مش صحيحة وبتأخذ حكمك بالبراءة. شو رأيك على اللي حكوا الناس؟ يعني هو يعني حكوا جزء من الواقع العملي. هناك من يفضل أن يذهب إلى ونسبتهم قليلة جدا إلى البنوك، وهناك من يفضل أكثر أن يذهب إلى المحاكم وللأسباب اللي هم ذكروها. إذا كان الآن يعني هنالك محكمة متخصصة، المحكمة أفردت محكمة متخصصة في جرائم السير، أكيد حيكون هذا القاضي مطلع أكثر على جرائم السير، راح يكون عنده قدرة أكثر لتقدير الحالات للمخالفات، بحيث أنه قد يكون منفرا لبعض من يرتكب مخالفات ذات خطورة وجرم كبير، وقد يكون مشجع لوقوف مثلا في مكان ممنوع وما إلى ذلك. حتى مخالفة الوقوف هي 3 فئات إحنا عندنا في قانون في المخالفات. فينا مخالفة 50 شيكل، الوقوف يعني في منطقة ممنوعة ولكن ما عمل تعطيل
للسابله وللمرور، او قد يعني يقدرها الشرطي بانه توقف ضبل ثنتين فادى ذلك الى اغلاق الشارع او اعاقه الحركه بصوره كبيره فبتوصل ل 150 شيكل. الشرطي هو يعني من يقدر هذه المخالفه، وانا بعتقد ان شرطتنا كمان يعني شوي مش يعني هي متساهله اصلا في موضوع المخالفه، وبتلجأ لها في يعني في نهايه الموضوع ممكن يقول لك تفضل امشي حرك، ممكن تقول له بدي اوقف شويه واروح اقضي مصلحه. اليوم كمان صار في البلديات تعاونت في موضوع الوقوف مسبق الدفع هذا، اللي هو اصبح اليوم انت بتروح على رام الله بتجد موقف توقف. زمان كان صاحب المحل يوقف من الصبح لاخر النهار اصحاب المحلات، فانت لما تروح لك تقضي غرض مضطر انك اما الدوبل تسكر الشارع او تخالف، واليوم صارت تدفع شيكل، ودائما في يعني متوفر هاي المواقف. يعني في محاولات لانفاذ القانون وللتوعيه ول يعني كمان يعني ايجاد البدائل للمواطنين من اجل انه يعني يتقدموا بصوره اكبر، وان شاء الله انه ما حدا يتخالف ويوم الثلاثاء يكون يوم اوف بالنسبه لقاضي السير. خلينا نرجع كمان مره للجمهور، بتفضلوا تدفعوا المخالفات في المحكمه ولا في البنوك؟ وتحكوا لنا عن مواقف صارت معكم في هذا المجال. تفضل. انا تخالفت حوالي 10 مرات، اقل مخالفه 150 شيكل. وانا كنت اشتغل في تركيب الارمات، كنا بدنا نوقف قدام المحل من حد ما نوصل نطلب اذن من الشرطي، في شرطه يوافقوا في شرطه لا. من ضمن الشغلات اللي صارت معانا يعني اني انا بوقف في السياره، اجي الشرطي قال لي بدي اخالفك، قلت له يا ابن الحلال لسه يعني لا في وراي سيارات ولا قدامي سيارات ولا شيء، قال لي بدي اخالفك. المهم في مركز شرطي قربتنا من هاي المنطقه، بعد شوي صار هو ماخذ المخالفه ورايح، الشرطي اللي على الدراجه اجي قال لي اعطيه الاوراق ولا كلمه، قلت له حاضر، اعطيته الاوراق والزلمه قصدر شوي الشرطي، رجعت انا حطيت المخالفه سقفيه السياره اسف الهويه والاغراض، وبعرفش انه مخالفني انا، الزلمه قال لي خلص توكل على روح. فسلمت السياره لاصحابها، المغرب بتصلوا علي بيقولوا يا استاذ انت متخالف اليوم ب 300 شيكل. فرجعت على الشرطي الموجود والصاحبين المحل، قالوا الزلمه ما غلطش، الزلمه طلب منك اذن كيف بتخالفه؟ طيب دفعت المخالفه؟ لما رحت على المخالفه رحت على القاضيه، في قاضيه في محكمه رام الله، بتحكي لي استاذ شو صار معك؟ أو ليش مذنب ولا مش مذنب؟ قلت لها مذنب، قالت ليش؟ قلت لها لأني تعلمت سواقة في هالبلد. حتى ضحكت وقتيتها انبسطت، قالت ليش يا أستاذ؟ قلت لها لأن الزلمة قال لي روح روح ولقيت المخالفة محطوطة المفروض قال لي، قالت هي 100 شيكل من ال 300 سوتها 100. خفضت لك خفضت بس يغلف عليها. يعطيك العافية، تفضل. دعوة إنه أنا كشوفير بحمل 7 رتشاب وبشتغل شوفير على السيارة، بطلع على الدوار تنزل الركاب، بتفاجأ بالشرطي الله بقول لي وقف، بقول له شو المشكلة؟ بقول لي صف على اليمين واعطيني وراكك. قلت له طب بدي أعرف، قال لي أنت أعطيني وراكك وبكتب المخالفة مباشرة. بقول له طب ليش هي بالطريقة هاي؟ أنا لو بعرفك بدك تخالفني بعطاكش الوراك. قال لي القانون ممنوع تطلع على الدوار وتحمل ركاب وتنزل ركاب. المخالفة 300 شيكل. برضو ثاني يوم بطلع او بطلع زميلي بخالف نفس القصة. فانت تصور ان احنا كشوفرية عمومي طبعا القانون بمنعش ان السيارة تمشي في طريق ما الا اذا في اشي ممنوع او اشارة بتدل على انها ممنوعة. لما بتروح عند القاضي تحكي له مذنب ولا بتقول له مذنب؟ نعم. لما بتروح عند القاضي شو بتحكي له؟ اول كلمة بحكيها القاضي اذا اصلا قلت انت مش مذنب انت بتتخالف ازود من اللي انت مخالفه، وممكن ساعتي وقفك لان اصلا مش صح في القانون انك تقول مش مذنب. هي المخالفة هي حقيقة التهمة حسب يا استاذي ان مذنب اقول او مش مذنب، بس هذه المخالفة ما بقدر اقول انا مش مذنب لاني انا بدي اضطر امشي على 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 هوا القاضي. فانا قلت له مذنب الله بكل اللي شايف علي هاي مثلا هاي 10 ليرات او 20 ليره ما اختلفناش، بس قضيه البنك انا اذا بدي اضل احنا كشفرية عمومي منقدرش ندفع المخالفه كل ما نتخالف يا خال، احنا بنستنى لتتراكم المخالفات ومنروح عند القاضي وبنشرح الموضوع وممكن ينزلنا اياها وخلف الله عليه ما اختلفناش، بس انا بحكي كمخالفه
في اني انا اتخالف كل مره 300 شيكل في اسبوع، اتخالف 3-4 مرات، ذنبي اني انا اطلع انزل الراكب واطلع الراكب، شايف علي؟ هذه طبعا ان شاء الله بنتمنى انها تنحل. شكرا، يعطيك العافيه. اسمح لي بس تفضل. يعني في موضوع اخواننا سائقي المركبات العموميه وذهابهم على دوار الساعه، هم موقفهم معروف، وين المفروض ينزلوا الركاب؟ موقفهم معروف، يعني هم بينزلوا ركابهم وبياخذوا ركابهم من المجمع الساحه المحدوده لهم، هم بيذهبوا الى دوار الساعه اللي هو اصلا مزحوم، وهنالك اشاره عند قبل البلديه عند المنتزه يمنع دخول المركبات العموميه، وهم لا يلتزموا بهذه الاشاره، وتم التعميم عليهم اكثر من مره، ولكن هم مصرين الا ينزلوا الناس. احنا كل الفلسطينيين اللي بيجوا على رام الله، ما جاش على دوار الاسود، ما جاش على رام الله، والازمه بتكون وضع مش طبيعي، ومن ثم بيشكي على الازمه. فمخالفته من قبل الشرطه هي مخالفه حق، لانه الاصل انه يكون بتنزيل وتحميل الركاب من موقف دنيا، بعتقد اللي فوق سينما دنيا. صحيح. هناك هم الموقف المحدد له. بس بدي ارجع كمان مره للجمهور، في صبيه عندك سؤال. صحيح، تفضل. على موضوع المخالفات، انا اخذت رخصه جديد لسه ما تخالفتش، وان شاء الله لا مبروك. الله يسعدك. بس اللي بدي احكيه عن شوي عن سيارات المشطوبه، انت تحدثت عن دور المجتمع. طبعا هذا الشيء مهم بالنسبه للسيارات المشطوبه عندنا في كفر نعمه او اي فلسطين كامله، بس برضه بدناش ننسى انه في حاجه للناس في انه يكون عندها سياره وتشتغل فيها وتطلع فيها وتمارس حياتها بشكل طبيعي. بس الاسعار، الجمارك، يعني برضو احنا بدنا حل. سعادة القاضي، بدي ارجع لك من مرة ونركز على نقطة موضوع المذنب او مش مذنب. يعني هي فكرة ان احنا بدنا، يعني رسالة برنامج توعوي، مهم جدا انه يعرف المواطن انه اذا هو مش مذنب يحكي انه مش مذنب، ما يخاف. هي تعقيبا على الحديث اللي تكلم فيه، يعني انا بدي اقول مذنب او مش مذنب، هي مش عبارة مذنب او مش مذنب، هو القاضي لما توصل عند المخالفة بيطلع عليه شيء مخالفته، الجريمة اللي حصلت المدونة في محضر ضبط المخالفة. هلا هو من حقه يجاوب، يقول هذا صحيح، أنا فعلا قمت في هذا الفعل، أو غير صحيح. الثقافة الموجودة المغلوطة، خليني أسميها، هي ثقافة مغلوطة. المحكمة هي تبحث عن الحقيقة، هي تحقق عدل، تبحث عن الحقيقة. أنت بتقول مش صحيحة، اثبت أنها مش صحيحة، والمحكمة كمان بتكون سعيدة، لأنها المحكمة تبحث عن الحقيقة لإنصاف المواطن. إذا كانت مش صحيحة وأثبتت أنك مش صحيحة، لا، كل الاحترام، بتأخذ حكمك بالبراءة إذا كان مخالفتك غير صحيحة، وإذا كان مخالفتك صحيحة ضمن القانون راح يصدر الحكم فيها. نعم، يعني أستاذ حمدان، باختصار فيما يتعلق بموضوع السيارات المشطوبة، هل هناك خطط فيما يتعلق بالتعامل مع ملف فيما يتعلق بموضوع السيارات وأسعارهم؟ شو التوجه؟ شوف، أولاً إحنا لنكون واضحين إنه لا أولاً الوزارة والسلطة الوطنية الفلسطينية قامت بتخفيض الجمارك من 75% إلى 50%، هذا في عام 2010. لم نلمس أي تأثير كبير على أثمان المركبات حتى بالتخفيض. كمان يعني بالضرورة إنه يعني غير مبرر أن يقود الإنسان مركبة غير قانونية بعدم قدرته على شراء مركبة، وإلا أصبح كل شيء مبرر لأي شيء. صح. يعني غير قانوني وغير نظامي. أنا بقول إنه إحنا نمشي على 3 اتجاهات في موضوع محاربة المركبات: إنفاذ القانون من قبل الشرطة بضبط المركبة وتحويل سائقها قائدها إلى المحكمة، المحكمة عم تأخذ إجراء بحق المخالفين. كمان عملية توعوية للمواطنين لمضارها وما إلى ذلك. كمان تجفيف منابعها اللي إحنا في وزارة النقل والمواصلات بدأنا فيه في موضوع إعادة تنظيم مشاطب المركبات. وكمان مطلوب إنه المجتمع كمان إنه يحارب هذه الظاهرة اللي هي ليست فقط آفة مرورية وليست مخالفة مرورية. صحيح. هي بداية الانهيار في الأخلاق، بداية الانهيار في عدم احترام الأنظمة والقوانين، اللي قد تؤدي مستقبلا إلى كل شيء. صحيح. ستكون كل شيء مفتوح. نعم، سعادة القاضي، سأختم معك اليوم. رسالتك للمواطنين فيما يتعلق بموضوع مخالفات السير وحقوقهم في هذا المجال. المواطن هو ملجأه في النهاية المحكمة، ومن حق المواطن يلجأ للمحكمة
بأي شكل من الأشكال. ورسالتي للمواطنين يعني هاي الثقافة المغلوطة الموجودة عندهم أنا لازم أحكي إني صحيحة عشان أخلص، لا مش صحيح هذا الحكي. المحكمة اليوم موجودة للبحث عن الحقيقة، لإظهار الحقيقة. المحكمة موجودة عشان تبحث هل هي المخالفة صحيحة أو مش صحيحة. إذا أنت كمواطن شعرت إنه ظلمت في مخالفتك وبتقول إنها مش صحيحة وعندك ما يثبت ذلك، تعال تقدم للمحكمة وإثبت للقاضي إنها مخالفتك مش صحيحة. كمان موضوع التأخير، المحكمة بالعكس، محكمة رام الله أفرضت قاعة متخصصة لقضايا السير، قاضي مختص للسير، قلم متكامل للسير، بوصل بكل أريحية، بطلع مخالفته بوصل لقاضي الطبيعي، يصدر الحكم حسب إذا كان إدانة أو براءة، وبسهولة مش راح يختلط مع الناس اللي عندهم قضايا أخرى في المحكمة. نعم، يعني الحديث في موضوع مخالفات السير والمرور وقضايا المرور يطول، لكن في ختام هذه الحلقة أود أن أشكر ضيفي اللذان شاركاني في هذه الحلقة، وهو الأستاذ محمد حمدان المدير العام للمجلس الأعلى للمرور والناطق الرسمي باسم وزارة النقل والمواصلات. شكرا لك أستاذ حمدان. والشكر أيضا موصول لسعادة القاضي منتصر رواجبي قاضي محكمة صلح رام الله والمختص بقضايا السير. شكرا لك سعادة القاضي. وأيضا الشكر كذلك موصول للجمهور الذي رافقنا في هذه الحلقة وهو من أهالي قرية كفر نعمة، شكرا لكم على هذه المشاركة. أما الآن فدمتم مشاهدينا برعاية الله وإلى اللقاء.